ما هي الهندسة الزراعية؟ وما هي اختصاصاتها ووظائفها؟ ولماذا تعتبر واحدة من أهم التخصصات المستقبلية؟ إذا كنت تشاهد هذا التقرير، فمن المؤكد أنك تفكر في الهندسة الزراعية كمجال للدراسة أو للعمل. إذن لتتعرف أكثر على الهندسة الزراعية والاختصاصات التي تدرس بها ومجالات العمل فيها مستقبلاً. الهندسة الزراعية هي تطبيقات هندسية في مجال الزراعة، وتعد جزءاً من علوم الهندسة، وتتفرع إلى عدة مجالات، ويطبق المهندسون الزراعيون معرفة ومهارات هندستهم لحل مشاكل تتعلق بالإنتاج الزراعي وتصميم الآلات والأجهزة الزراعية. بينما يدرس طلاب الهندسة الزراعية أساسيات الهندسة والعلوم الزراعية والبيولوجية والرياضيات وعلوم الإدارة والاقتصاد وعلوم الغذاء، وعادة ما تتضمن برامج الدراسات العليا في الهندسة الزراعية عملاً مكثفاً وبحثاً متعمقاً في التخصص الذي يختاره الطالب. تشمل اختصاصات الهندسة الزراعية ما يلي: علوم البساتين والزينة، هندسة الري والصرف والشبكات الزراعية، المكننة الزراعية، هندسة الحدائق واللاندسكيب، الصناعات الغذائية، علوم التربة واستصلاح الأراضي الزراعية، الإنتاج الحيواني والاقتصاد الزراعي. ما هي فرص العمل لخريجي الهندسة الزراعية؟ نظراً لوجود العديد من الوظائف المتنوعة في الهندسة الزراعية، فغالباً ما سيجد المهندس الزراعي الوظيفة التي يحبها والتي تطابق مهاراته ومواهبه. إن التعليم المكثف والفريد الذي يتلقاه طالب الهندسة الزراعية يكسبه مهارة فهم العلاقات بين التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الزراعية، لذلك غالباً ما يصبح المهندسون الزراعيون مؤهلين لفرص العمل الجيدة في مجالات حماية النظام البيئي وسلامة الغذاء والطاقة الحيوية. تعتبر الوظائف التالية مجموعة من أرقى الوظائف التي يعمل بها المهندس الزراعي: مهندس لدى الشركات الغذائية، مهندس لدى الشركات الزراعية، ومهندس لدى الكليات العلمية والجامعات. تزداد الحاجة الدائمة لوجود المهندسين الزراعيين في سوق العمل، ويفسر ذلك بتزايد عدد السكان بشكل كبير، إذ يتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، وهذا يعني ازدياد الطلب على الحاجات الغذائية بشكل كبير. وتعتبر هذه واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها المهندسون في مجتمعاتنا اليوم، وهي معرفة كيفية إطعام البشر غداً. بشكل عام، يخصص جزء كبير من القطاع الزراعي لحل هذه المشكلة، وإذا كنت أنت مهندساً زراعياً، فقد يساهم عملك بإطعام طفل جائع يوماً ما. مسؤوليات المهندسين الزراعيين: تصف الجمعية الأمريكية للمهندسين الزراعيين والبيولوجيين ASABE المسؤوليات التي يتحملها المهندسون البيولوجيون والزراعيون في تطوير حلول جديدة لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة، على أنها تحديات حاسمة لمواجهة زيادة عدد سكان كوكب الأرض وزيادة الطلب على الغذاء والموارد التي تؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. وفي مجال الطاقة الخضراء، تعتبر الهندسة الزراعية ضرورية لتحديد وتطوير مصادر الطاقة المتجددة البديلة مثل الميثان والزيوت النباتية. إضافة لذلك، يركز المهندسون الزراعيون على جعل مصادر الطاقة البديلة أنظف وأكثر سلامة بيئياً، ويطورون استراتيجيات للحفاظ على الطاقة بأقل تكلفة وأكثر أمان بيئياً. ما هي رواتب المهندسين الزراعيين؟ تم تصنيف الدخل المادي للهندسة الزراعية وفقاً لمكتب إحصائيات العمالة المهنية لعام 2021 الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل. بلغ متوسط الراتب السنوي للمهندسين الزراعيين 82,640 دولار أمريكي، وقد تختلف الرواتب الفعلية بشكل بناءً على التخصص وموقع العمل وسنوات الخبرة ومجموعة متنوعة من العوامل الأخرى. لا تنسوا الاشتراك بقناة أنا مهندس وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو مع زملائكم في دراسة الهندسة الزراعية.